يمكن أن يطلب من المخلوق هذا فيما يقدر عليه. كان يقول لهذا الأخ أعني في حمل هذه الطاولة، هل يصح هذا أو لا؟ هل يصح هذا؟ نقول نعم يصح فيما يقدر عليه العبد، بشروط أربعة. أن يكون حي، يعني أطلب من حي لا من ميت. وحاضر لا غائب، وقادر لا عاجز. لو أطلب من إنسان يعني مشلول لا يستطيع تحرك أن أحمل حقيبة، هذا لا يمكن. والشرط الأخير أنا أعتقد أنه سبب، فإن لم يحمل معي هذا حمل أي أحد آخر. نعم نعم. إذن الاستعانة والاستعاذة والاستغاثة والشفاعة يصح أن تطلب من المخلوق فيما يقدر عليه بهذه الشروط الأربعة. الدعاء الأول الدعاء والاستعانة طلب العون، والاستعاذة والاستغاثة طلب الغوث، والشفاعة يصح أن تطلب من المخلوق فيما يقدر عليه بشروط أربعة: حي، وحاضر، وقادر، وتعتقد أنه سبب. نعم بهذا يصح، وإلا كانت من الشرك الأكبر. إذن هذا هو القسم الثاني من أقسام هذا الكتاب المبارك.